هنا اكو نقطة مهمة. النقطة المهمة شنو؟ ان النبي صلى الله عليه وآله لما توفى القرآن كان مجموع لو مو مجموع؟ لا، مجموع القرآن وبروايات كافة المسلمين ترى، لكن اكو بعض الناس يصم عينه عن جانب عين بعين وحده. لا، القرآن مجموع كان، نبه لي، مجموع وبروايات كافة المسلمين، وعشرات الروايات موجودة. النبي صلى الله عليه وآله استدعى علي بن أبي طالب وقال له هذا القرآن وراء سريري، وراء مضجعي هنا موجود مجموع اجمع. وفعلا الإمام علي عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما نزع رداءه حتى أكمل جمع القرآن. والروايات روايات الشيوطي وروايات الزرقاني وروايات مجموعة من علماء المذاهب الإسلامية بالإضافة إلى رواية الإمامية تقول أن الإمام علي كتبه وكتب شروحه وتفسيره وياه. كانت الآية لما تنزل يسأل النبي عن معناها، الآية الناشخة، الآية المنسوخة، المجملة، المبينة، يسأل عنها ويسجل هالمعلومات كلها، يسجلها وجمعه وأقبل به. يقولون هاي عبارة المؤرخين، يقول حمل بعير، يعني طبعا لأن كان الورق مو متيسر، كان يكتبوه برق أحيانا ويكتبوه بقباطي مصر أو غيره، فيصير إلى حجم كبير. جاب الإمام علي عليه السلام وطرح، قال لهم هذا أنا جمعته كما أملاه علي رسول الله. النص القرآني ما بي اختلاف أبدا، هذا اللي موجود بين الدفتين اللي موجود الآن. ولذلك واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه طبع لي قال له سيدي كيف نقرأ القرآن؟ قال له اقرأوه كما يقرأه سائر الناس، مثل ما يقرؤ الناس عينا، اللي يقرؤ المسلمين هو هذا القرآن بين الدفتين، ما بي زيادة ولا بي نقيصة. نعم اكو شروح، اكو تفاسير، بعض الآيات بها تفسير، بها شروح، بها نص على أفعال بعض الناس. هاي الشروح لما جابها الإمام علي قالوا لا حاجة لنا بقرآنك، وكرك هذا من رجالك بمشاكل وكرك. فعلا قالوا والله لن تروه أبدا، وفعلا رجعه. وإلا أصل القرآن ما بيختلف أبدا، هذا اللي موجود بين الدفتين، ما عدنا واحد يذهب. أكو روايات ظاهرها يوهم بالزيادة والنقيصة، احنا نطرحها. يعني خلي ما طول مريت بالمسألة هل ألفت نظرك؟ اكو حملة على الكليني رضوان الله عليه بأن هذا يذهب إلى أن القرآن محرف. دخل ألفت نظرهم لدولة، وإن كان اعتقدهم وشايفيها، لكن مثل ما قلت لك عين بعين وحدة. ها الكليني في صدر كتابه يقول أي رواية بهذا الكتاب اعرضوها على كتاب الله وسنة النبي، إذا وافقت كتاب الله وسنة نبيه خذوا بها وإلا طرحوها. هذا شرطه، هو الرجل هو مشترط هذا الشرط، نبالي. إذا أي رواية يوهم ظاهرها التحريف نرمي بها عرض الجدار، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم محفوظ عن الزيادة. ونعم اكو عبث بالتفسير تمام، اكو لعب بالتفسير تمام، لان اللي يفسروا القران احنا جماعه اكو كثيرين يفسرون القران وعليهم علامه استفهام، يفسرون القران وعليهم علامه استفهام كثيره موجوده، وما اريد ادخل الشاب الموضوع لان الموضوع الى وقت اخر. اذا في القران الكريم من هالناحيه لما نزل على قلب رسول هو محفوظ، يعني لا سبيل إلى نسيان أو ضياع أبدا. ليش؟ لأن نزل على وعي رسول الله ووعاه النبي، ولهذا كانوا يعرضون عليه القرآن بالسنة مرة، والسنة الأخيرة من حياته الشريفة عرضوا عليه مرتين، والنبي نص عليهم قالوا هاي السورة هذا مكانها، هاي الآية هذه مكانها إلى آخره، كلها مر عليها محفوظة. والقرآن من أيام النبي مجموع،
لكنه اجت روايات تقول ان القرآن تصدوا الى جماعة بعد النبي. القصد شنو؟ انا اصير منقبة لان جمع القرآن. لا، هو مجموع من ايام النبي ومنتهى من عنده.